السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش نغيروا واحد ستايل تاع واحد السيلول، إلا أن هاد ستايل هذا ما غاديش نغيروه أوتوماتيك، إنما غادي يكون مرتبط بواحد الكونديسيون. مثلا نقول ليه راح تطفيه إلا كانت في القيمة 10 لونه ليه بالأحمر أو لا لونه ليه بالخضر، وبنفس العملية لكن مثلا كبر من المعدل لونه بالأحمر، لكن صغر لونه بلون آخر. لابد نتطرقوا لهذه العملية. أولا غادي نتوجهوا ل ميزون فورم كونديسيونيل، كليكوا عليها، ثم غادي نمشيو لهذه الأولانية اللي هي ريغلي دو ميزون سيربيونس دي سوليل. مثلا نحنا نسيو سوبيريور أ، نكليكي نقول لي مثلا كان سوبيريور أ 15 مثلا، أو نديرو حنا أ 10. الغومبليساج اللي بيكون هو غومبليساج روج فورس. مثلا نسيو حنا هير نقول انا غير لا غومبليساج كذلك نخليها بار ديفو، كليكي اوكي. ثم نجي نعطيها هنا قيمه مثلا نعطي 10، تلاحظوا انه ما غيرهاش ليا، خلى اللون عادي. نعطي شي قيمه اكبر من 15 ندير 20، تلاحظوا انه غير ليا الكولور تاعها، غير لي الكولور تاع الكتبه والكولور نتاع سيربيونس دو سيلول اللي هو الخلفيه تاع السيلين. اذا حتى لهنا تنستنتجو ان هاد الكولور تاع عادي نتاع هاد السيلول هذا عنده علاقه بديك القيمه اللي في السطون. الا كانت قيمه صغر من 15 تيخليها عاديه اللي هي باغ ديفو بيضاء، بينما الا كان شي فالور كبر مثلا من 15 تيحولها بالاحمر. وممكن كذلك نقول لي انا نغير ليه لوبسيون اش بيه يدير. مثلا نسيو حنا مثلا اوتر سيلول باغ اكزومبل، ثم نتوجو لهاد لوبسيون نديرو هاد الغيكل مثلا، نقولو لي حنا مثلا بنفس العملية اما سوبيريور ا او لا انفيريور ا او لا كان اونتخ ا، زعما بين هاد العدد وهاد العدد، او لا ايغال او اتسيتيرا. نسيو حنا باغ اكزومبل ايغال، نقولو لي مثلا اذا كان ايغال 100 هاد السطيل اللي بيدير نديرو حنا مثلا بوغدير روج، يعني بيغير في البوغدير بوحدو اللي هو داك الاطار او لا الكادغ باغ اكزومبل. هاد الكحل هذا اللي كاين هنا، ثم ندير اوكي مثلا ونجيو نحطو هنا. نتوما مثلا العدد هكا تلاحظوا انه ما دار والو، بينما نعطيه القيمه اللي عطيناه 100 تلاحظوا انه عطاني واحد البورديغ داير بهاد السيلول. اذا هذه هي الفكره نتاع كيفاش تغير واحد السطيل نتاع واحد السيلول، الا ان هذا السطيل هذا مرتبط بديك القيمه اللي كاينه في وسط داك السيلول. توجو سيليكسيون ديك السيلول اللي بين براتيك على هاد لوبسيون، ثم نتوجه الميزون فورم كونديسيونيل، بمعنى هاد الميزون فورم عنده علاقة بواحد الشرط، ثم نستي هاد اش العملية اللي بغيت ندير. اونتخ مثلا ندير انفيريور، مثلا نقول لك كان انفيريور 15، او كذلك نستي انا شنو هما النوع نتاع هاد الستايل كي داير، واش بغيتو مثلا ندير غومبليساج روج كلير او لا يدير ليا تكست روج، ندير مثلا تكست روج اوكي. نجحت مثلا 15، تلاحظوا انه لون انا بهذا اللون، نعطي مثلا 190 لولها لنا بهذا الشكل هذا، بينما نديرو شي قيمه صغر من هذاك، صغر من 15 اوكي. تلاحظوا ان التغيير اللي وقع ما وقعش على الخلفيه او لا على البوغدير كيف ما شفنا في هذه الامثله، انما وقع على لون الكتابه لا غير. اذا هذه الطريقه كيفاش نغير واحد الميزون فورم عن طريق واحد الشرط، وغادي يكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.